بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يه سدستن ياو يه تكتات أي سيراك فلن በዚህኛው ደርስ ላይ ውድ ኢማን ወንድም እህቶቼ ካለፈው ደርስ የቀጠለ ይሆናል። ባለፈው ላይ ያቆምንበት ነጥብ ጅብሪልና ወህያ ያወረደ ጊዜ ነው። ጅብሪል መጣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወህያ ወረደ اقرأ بسم ربك الذي خلق። አሁን ቀጣዩ ነገር እኔ ረሱልና ጅብሪል ግንኙነታቸው ቀጠለ ወይስ ተቋረጠ? تأخر جبريل بالوحي جبريل وحي لاي زكية ሁለተኛ ዞር ሲመለስ ويذكر في ذلك قصه سيقت في صحيح البخاري صحيح البخاري يتق قصه السم عندنا انه لما تاخر نزول جبريل بالوحي في اول البعثه بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر الوحي فتره رسول صلى الله عليه وسلم وحي لما تأخر نزول جبريل بالوحي وحي زو مورد سيزا جاي جبريل لك رسول بتلاك يوم جمرا مثلا كزي لي وحي زا جاي نبي عليه الصلاة والسلام بتعم عزنو عند تنقرني حزنا غدا منه مرارا يتردى من رؤوس شواهق الجبال تدقاق مو يهدو ከተራራ ጫፍ ላይ ሄደው ሊወረወሩ ይደርሱ ነበር። فكلما اوفى بذروه جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل راساቸው ሊወረወሩ ብቅ ብለው ተራራ ላይ ልክ ሲደርሱ ጫፍ ላይ ጅብሪል ይመጣል። فقال يا محمد انك رسول الله حقا انت يا الله ونتنيا ملكتنيا فاسكن لذلك جأشه لك اندزا سيلاچو يرغاغالو وتقر نفسه لباچو يركان يملسالو فاذا طالت عليه فتره الوحي غدا لمثل ذلك يا وحي غزي اهنم سيرازم تملسو يمطالو فاذا اوفى بذروه الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك اهنم يسيچنقاچو ترارا طاف لا سيوطو جبريل يمطانا تمساسا يملك سينغراچو يرغاغالو يميلال والصحيح انه في هذا الخبر انه ليس مما رواه البخاري بل هو من بلاغات الزهري وليس موصولا فلا تصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم هي بخاري قال تزغبال يتبال متكس نو تككلنياو كن يا بخاري زغب عدلم يلقونس يا زهري نككر اي عايزو ما عدلم يتكسو باجتهاد نفسه يسكمتو سلازي ود النبي صلى الله عليه وسلم نغرو ما استقاتو تككل عدلم يلالو محقق علماء وجهين سيعطاروا تاريخون عندي نجر التكسسه دي جنقاتو يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم كن ترارا لا يوتو راساتو لما اطفات اسكموك على الدرس جبريل ينزل بالوحي مره ثانيه جبريل داقم وحي يجي وردا قال ابن حجر العسقلاني من الالوزيه وكان ذلك اي هذا الانقطاع جزيو يرزم بيت وحيو تقارطو دقامي اسكي متادرس قاب يتفتر بيت وانا مكنيات ما كان صلى الله عليه وسلم ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع رسول فرتو دنقطو نبر لك وحيو سيورد بتعم تربت بتو بتعم دنقطو نبر عندنا سلازي يرقاقو جزي مستت هالبت ሁለተኛ ሌላው ምክንያት ወለይحصل له التشوف الى العود ዳግም ጅብሪል እንዲመጣ እንዲጓጉ ተፈልጎ ነው። ጉጉት አሁን ቀደም ድንጋጤ ድንገት ነው የመጀመረው። አሁን ግን እንዲጓጉ እንዲናፍቁ ተፈልጎ ነው። ልክ ሲጓጉ ሲፈልጉ ሲመጣ ይቋቋሙታል። فلما حصل له ذلك ይሄ ነገር ልክ ሲፈጠር واخذ يرتقب مجيء الوحي ተከተረጋጉ አሁን ያ ፍርሃቱ ተወገደ። እናታችን ኸዲጃ رضی الله عنها ወርዳሃ አጽናና እናታቸው አረጋጋቻቸው جزاها الله خيرا رضی الله عنها ከዛ
አሁን መጓጓት ጀመሩ መምጣቱ መናፍቅ ሲጀምሩ ድጋሚ ወህይ መጣ قال صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام من يلالو جاورت بحراء شهرا حراء لان دور ياكل كنتاركون فلما قضيت جواري هبطت ازاي تكمتكو بتن غزي اسالف ياندور وردكون يالو فلما استبطنت الوادي فنوديت فترارو سيوردو شلوقا ما بوتا لك محل لا يسدرس انو بطن الوادي محل لا يسدرس تترى فنظرت عن يميني فلم ارى شيئا زر بي بقي بكل ساي من نغرا لاي ونظرت عن شمالي فلم ارى شيئا بكنين بقرا بكل زر بي ساي من نغرا يلما ونظرت امامي فلم ارى شيئا كفي لفيتم ساي من نغرا يلما ونظرت خلفي فلم ارى شيئا كهالم زر ساي من نغرا يلما فرفعت راسي فرايت شيئا قنابي يود لاي ساي يون نغرا يلما فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض بفيت حراء يالله الزو يالله يمطاو ملائكه بسماينا بمدر محل يالله تلك زوفان الله ازا لاي كوچ برايو فجئت اي فزعت منه رعبا حتى هويت الى الارض بتام دنقتكو كفرحات يتنسى بتام دنقتكونا تمركوك ودكو ملك لا راسي اسج በጣም ደነቀጥኩኝ ተርበተበትኩኝ መቋቋም አቃተኛ ያኛው የመጣበት ሰው ተመስሎ አሁን ግን ራስ ነው ነው فقلت فاتيت خديجه رضي الله عنها خديجه قامت متاهونال فقلت زملوني زملوني اكنانبوني اكن دراربولي شفنوا شفنوا نالكم دثروني وصبوا علي ماء باردا قزقزوا حفصوا بيدفوا بيتنقطقطوا على سنتاتهم اسات قال فدثروني شفنوني درربوا لي اكننوني وصبوا علي ماء باردا قزقزا وها فسسوا فنزلت كذاك غزي بحالا اندي يميلو ايا ورد يا ايها المدثر انت تكنانا بي تشرافا فانيو هو وقسا نغرالم قم فانذر تنسنا سوتين كالوبت شرك استنككاتو وربك فكبر جيتان مالك او اتلك وثيابك فطهر وستهنم لبسهنم ماننتهنم ماصدا والرجز فاهجر كالله وجه من ملكو طاوتاتن مرقف فرغتو تقاوم وذلك قبل ان تفرض الصلاه صلاه قديتا سايهن ثم حاوي الحمي الوحي بعد وتتابع كذاب هذا وحي تطاطع فتكتتله اخرجه البخاري ومسلم فائده ان قم نزل نوسد وهذه الايات هي مبدا رسالته صلى الله عليه وسلم نزيه انقصوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي يا ملك تنينت مجمريا وتشتمل على نوعين من التكليف ولت عينت قديتاوتن يقفن اندنياو تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير ملكتون اندي ادرسنا اندي استنققوا حلافينت تسطاتو هي مجمر حلافينت وذلك في قوله قم فانذر تنسنا استنقق يميرو ሁለተኛው ግዳጅ ተክሊፉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بتطبيق اوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته ሌሎች እንደሚያስተምሩት ሁሉ በራሳቸው አካል ላይ በማንነታቸው ላይ ያላህን ተግባራዊ ማድረግ ነው ሌላው የተገደዱት ነገር ይሄም የተቀሩት አንቀጾች ላይ እንደመጣ وربك فكبر جيتهن አልቀው وثيابك فطهر ልብስህን አጽዳ ማለት ነው ተብሏል ወይንም ስራህን አጽዳ ልብህንም አጽዳ يميلو تطال لباچو نو نعم النبي عليه الصلاه والسلام سراهن ماصدا طرو سرا سرا نو الله بعززه ملكو جيتهن مالقو ليلوچو واردوتالنا بميل انذين هولت گديتاوچ ويم گداجوچ اندي وطو ادرگاچو قطايو يوحي كفلوش ناتچو وحي من اينت وحي نو يوحي او وراردت هيدتوچونا كفلوچو من يمسلال يميلو ان شاء الله بميقتلو ደርሳችን ምን መለከተው ይሆናል ለዛሬ ዚህናብቃ ቀሪውን ክፍል ደሞ በቀጣይ ክፍሎች ተጠባበቁ الله سبحانه وتعالى يوفقن والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم